تأكيدا معايا مستوى خصوم 36 مباشرة من مركز فاز. شوف الطلعة الباهية حي فرجنا جميل جدا أن نشاهد مثل هذه الأرحال، جميل جدا بالنسبة لفريق المسير أيضا مجموعة من الكورة مجموعة من الحريات. إذا تماس لصالح فريق الوداد الفاسي، المنفذ هو اللاعب بريغل رشيد ابن الدار. حتى الآن كرة المقابلة أرادوها بين لاعبين، كانت هناك صعوبة، صعوبة المرور طبيعي الحال كانت موجودة بالعملي. إدريس كنتكلموا على إدريس بالعملي لاعب صار تحزم الكميسات، مجموعة من اللاعبين تحزموا الكميسات في المغرب المسيح. المجيب فهيم شحالي في أمجادي، يعني لاعبين مميزين في أنا وأهلي وولادي. 35 نقطة هناك تابعوا هذه دنكن شرف الكرة المغربية يا خويا ساعتنا هذه. المجيب بلغ الغادي الوحيد في أمجادي أنا وأهلي وولادي. لعب التمرير دور الاولى لعبوا كرة معقولة والدلي والفراق بشولة وداد فالثاني هي شرف الكرة المغربية فرقة مؤثرة بالبطولة لعب التمرير دور الاولى لعبوا كرة معقولة ثم الانهزام والفراق بشولة ثم النهاية صرف الكرة المغربية لصالح فريق وداد فاس. الجهة اليسرى دائما كيشغلها بريغل، هنا محمد المختاري، محمد رضا المختاري سبق له لعب فريق اتحاد طنجة جيش الملكي ايضا حتى الكوكب الرياضي. كنشاهدو محاولة خطيرة باروس غير بالتمرير عوض التسديد هذه الكرة اتجاه بريغل كرة أمامية اختار دنكير ممتازة اتجاه بريغل، رائع جدا لفريق وداد فاس تحرر من كل ضغوط كيقوم بهجمات جيدة. حوار ال45 دقيقة الثانية، حوار ورهان الثلاث نقاط لما ستكون ونحن نتابع. مقطوعة من الواف على مستوى خط الوسط، اعتماد على الأجنحة أيضا المترابطات السلسة للمغرب الفاسي. نشاهد ونتابع ضغط وحملات مثل هذه الكرات مطلوبة، مثل هذا الريتم مطلوب. شوف انطلق للوداد الآن، نشاهد ونتابع ضغط وحملات مثل هذه الكرات مطلوبة، مثل هذا أن هناك بعض الجماهير لم تتمكن من حضور مباراة اليوم لعامل أو لآخر، فبكل تأكيد فهي أمام التلفاز. دول المراني شنقيطي، كرة ملعوبة بشكل جميل والشوبة الاصطناعية موجودة وحاضرة من جانب جماهير فريق الوداد الفاسي. شوف صوت الموعد، جماهير فاسية تشعل فتيل آخر في المدرجات، جماهير فاسية بالأهازيج بالشوب الاصطناعية بالفرحة بكل شيء فهي موجودة. صور غنية عن كل تعليق، هنا الرأسي خطيرة لكن التغطية الدفاعية موجودة،
التغطية الدفاعية موجودة وبالتالي الكرة مباشرة للزاوية. محاولة كانت قوية، محاولة كانت قوية، البحث متواصل، البحث لازال متواصل، لكن الإلحاح حينما يكون الإلحاح فبكل تأكيد المغرب الفاسي يعني يلعب منقوص العدد بحكم تلقي ورقة حمراء. أداء فريق الوداد الفاسي، محاولة أيضا والبحث عن المرور لكن تعود لعمر حسن. أداء فريق الوداد الفاسي، محاولة أيضا والبحث عن المرور لكن تعود لعمر حسن. بالفعل بطاقة صفراء للاعب كمال أنيس. هنا كرة إذا ملعوبة أمامية، ستقدم العشر دقائق الأخيرة على مستوى خط الوسط. الآن كرة أمامية في اتجاه شنقيطي في المنطقة ديال فريق الوداد فاس. كنتابعوا هذه اللقطة، كنتابعوا هنا محاولة خطيرة، أو كانت ممكن، ماذا يقول الحكم؟ أعتقد ضربة جزاء، بالفعل ضربة جزاء هكذا يقول منين. سمير صرصار يسجل الماس ثانية. ملعوبة للواف حتى عن التمرير داخل منطقة العمليات. محاولة وخطيرة، هدف قاتل للوداد الفاسي، هدف آخر ينضاف في مباراة اليوم. يوسف الشنقيطي يسجل هدف الخلاص، هدف ممتاز للوداد الفاسي ينهي من خلاله مباراة اليوم.